الرائد عتيجة مصبح الظاهري، رئيس قسم الإنقاذ البحري لمركز شرطة المواني. ولله الحمد، أنا فخورة اليوم بنفسي أن تم اختياري كأول رئيس قسم بالإنقاذ البحري. تتمثل مهام الإنقاذ البحري أن إحنا نقوم بإنقاذ الغرقى والمصابين في الحوادث البحرية، حتى انتشال الجثث من المسطحات المائية. مهمة الإنقاذ البحري مهمة صعبة، في نفس الوقت إحنا نواجه الكثير من التحديات من تيارات بحرية وأيضا تقلبات حالة الجو، لكن المهمة الأولى عند المنقذ والغواص هي إنقاذ الأرواح وأيضا إسعاف المصابين، وقادرين إحنا نتغلب على الصعاب، ودائما وأبدا مشوار الصعب يبتدي بخطوة. أشكر قيادة العمل شرطة بيو على رأس معالي الفريق عبد الله خليفة المري على ثقته اللي ولانا إياها، إن إحنا اليوم قدرنا نتولى هالمناصب الحساسة في الميادين التخصصية، وإن شاء الله نكون قد المسؤولية.